اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة بيتي. النهاردة هنعمل مع بعض الفول المدمس في البيت بطريقة سهلة جدا وبسيطة. طعمه بيكون حلو قوي، لون الفول بيفضل معايا فاتح ما بيغمقش. في كتير بيعملوا الفول في البيت وبيقول لونه بيغمق بعد التسوية. النهاردة هقول لكم هنحط له ايه. هيفضل محتفظ باللون الفاتح الجميل. الفول هتكون طرية ومزبدة معانا، طعمها حلو قوي، افضل من اللي بنشتريه بكتير. كمان هنعمله في البيت بكل نظافة، وعارفين ازاي غسلين الفول، هنحط له ايه بالظبط. بره لما بنشتريه انا سمعت ان بيتحط له مادة علشان يزود من التسوية، وكمان علشان يكون الفولة مستوية زي الزبدة. احنا طبعا في البيت بنعمله صحي لينا ولولادنا علشان خاطر ما يأذنيش. طيب الافضل اللي احنا نعمله في البيت هنعمله ازاي بقى ويطلع معانا حلو قوي ومزبط كده والتسوية الصح والفولة تكون مستوية واللون حلو؟ تعالوا نشوف. بس قبل ما اعمل الفيديو يا ريت ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة، وضغطوا على الجرس وافطروا الكل عشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو جديد بنزله في القناة. طيب اول حاجة، الفول اللي انا شارياه فول عادي خالص من العطار وفول سايب. لما اشتري الفول اقول للعطار اديني الفولة اللي هي لونها فاتح كده وتكون الفولة كبيرة. بصوا انا طبعا عارفة ان الفول ده كويس جدا، احنا طبعا بننقيه، لو في مثلا قطعة طينة في اي حاجة مش مرغوب فيها بنشيلها. الفولة ديت انا عارفة انها بتيجي نضيفة زي ما احنا شايفين اهو، اكني متنقي بالواحدة مفيش اي حاجة. ده نص كيلو من الفول، طبعا انتوا حسب ما بتحبوا تعملوا ممكن تزودوا او تقللوا. اهو نص كيلو من الفول، بصوا لو في اي حاجة كده بنشيلها. طبعا احنا هنغسل الفول ده اكتر من مرة، هغسله وارجع لكم. غسلت الفول اهو زي ما انتوا شايفين اكتر من مرة. طيب دلوقتي هعمل ايه في الفول؟ بصوا هنزل على الفول دوت بمعلقتين كبار من العدس زي ما احنا شايفين كده اهو. طيب هنزل بايه تاني؟ هنزل بمعلقه من الرز. يا ريت ما نزودش الرز لان الرز دوت بيبقى فيه نشا، لما بيزيد هنحس ان ميه الفول هتكون تقيله قوي معانا. احنا مش عايزين ميه الفول تكون حاجه كده تقيله عامله زي المهلبيه، احنا عايزين الفوله تكون طعمها حلو والميه الفول كمان ما تبقاش منشيه وتقيله. فكل ما نزود الرز هينشي ويتقل معانا، نقلل هيدينا سمك حلو وكمان هيبقى طعمه حلو ومش باين قوي في الفول، يعني مش بناكل حاجه عامله زي المهلبيه. طيب يبقى حطينا معلقتين كبار من العدس، حطيت معلقه من الرز، وهحط كمان معلقه من الغله. طيب ممكن احط ايه تاني؟ ممكن احط فول مدشوش وبيبقى حلو قوي، بس انا بصراحه مش عندي فول مدشوش دلوقتي، لو عندي كنت هحط زي 3 معالق كبار من الفول المدشوش. بس لو مش عندي الحاجه مش هقف، هشتغل زي ما احنا شايفين كده وهيطلع طعمه حلو قوي. طيب لغايه كده تمام. انا هعمل ايه تاني بقى؟ بصوا هنزل بميه، ميه عاديه خالص من الحنفيه تكون مغطيه الفول. الفول دوت هسيبه يتنقع في الميه ديت ليله كامله. طيب انا لو مستعجله ومش عايزه الفول يقعد ليله كامله ممكن 8 ساعات. كل لما اسيب الفول يتنقع في الميه كل لما هيستوي معايا بسرعه. وكمان الفوله لو انتوا شارينها غامقه او حاجه لونها هيفتح من كتر ايه النقع، وهتدينا فوله حلوه وكمان اللون يكون حلو. طيب هنعمل ايه؟ هسيبه ليله كامله وبعد كده هنشوف التسويه الصح وهنحط له ايه يخلي لونه فاتح ويطلع معانا زي الزبده. طبعا الفول مفيش بيت ما بيستغناش عنه، في فطار في عشاء في سحور رمضان، كل سنه وانتوا طيبين. فنعمله في البيت كده، النص كيلو ده هيعمل معانا كمية كبيرة احسن ما بنشتري من بره وانضف. هنسيبه يتنقع ونكمل كده. بعد ما نقعت الفول صفيته من المية زي ما احنا شايفين. بصوا لما اتنقع الفولة لونها افتحها اكتر والفولة كمان زادت، بصوا الفولية. طيب لو معايا فولة مثلا حسيت ان القشرة بتاعتها كده ايه متشالة، وعادي ممكن اشيل من عليها القشرة بالشكل اللي احنا شايفينه ده واحطها اكنها زي الفول المدشوش، وهتستوي وهتبقى حلوه قوي. طيب هنبتدي نعمل ايه دلوقتي؟ التسويه اللي هنسويه فيها، انا النهارده هسويه اهو.
فين؟ في القدرة او الفوالة، ونبتدي ننزل بالفول. كده تمام زي ما احنا شايفين، فضيت كل الفول في الفوالة زي ما احنا شايفين كده، ومعاه العدس والرز وكمان الغلة. طبعا الحاجات دي كانت من تحت الفول، فبقت ايه من فوق كده زي ما احنا شايفين. طيب في ناس ممكن تقولي احنا ما بنحطش العدس والرز في الاول علشان خاطر ممكن يشيط ويلزق في الفوالة من تحت. لا عادي، بدل احنا نقعناه كويس جدا مع الفول كذا ساعة خلاص، ولا هيشيط ولا هيجراله اي حاجة. وتعالوا نشوف التسوية الصح اللي هيستوي معانا ويطلع زي الزبدة، ويطلع كمان بلون حلو قوي. تعالوا نشوف هنحط له ايه كمان عشان يديله لون حلو. كده حطيت القدرة الفول على النار، شغلت النار. النار في الاول بتكون عالية. طيب انا لسه ما حطيتش مية خالص، هبتدي انزل بمية، والمية تكون مغطية الفول، بس ما زودش المية قوي علشان لما الفول يبتدي يغلي ما يفرش ويغرق البوتاجاز، والبوتاجاز يتحرق معانا عشان شوية فول. طيب دلوقتي كده تمام، هسيبه لغاية لما يغلي كده غلوتين، ما بقلبوش ولا حاجة خالص. طبعا بنغطيه وبسيبه على نار عالية لغاية لما يغلي غلوتين. بعد الغلوتين هنشوف هنحط له ايه علشان يديله لون حلو، وكمان هنوطي عليه زي الشمعة. بصوا الفول ابتدى يغلي، عمل رغوة كده من فوق، بشيلها بالمعلقة زي ما احنا شايفين اهو بالشكل ده. شلت الرغوة اللي كانت على الوش زي ما احنا شايفين كده. هبتدي دلوقتي انزل بايه؟ هنزل بطماطماية مبشورة. الطماطماية بتدي له طعم حلو، وكمان بتدي لون حلو قوي للفول. طيب هنزل بايه تاني؟ هنزل بمعلقة من الصلصة، وده اختياري. حابين الطماطم بس كفاية، حابين صلصة على طماطم تمام، هيدينا لون حلو قوي. طيب اللون انا اللي بتحكم فيه، عايزة اللون يبقى احمر قوي للفول ويبقى لونه حلو كده، بزود الصلصة. حابة اللون متوسط، هي معلقة كفاية. طيب هعمل ايه؟ هقفل كده على الفول وهوطي عليه النار خالص زي الشمعة، يستوي وقت ما يستوي. الفول يتشرب المية، ما زودوش مية ساقعة، مية مغلية وازود، مية مغلية وازود، ما زودش المية تكون كتيرة في القدرة علشان ما يفرش مني. كده كل حاجة قلتها لكم على الفول، هنشوفه بقى لما يستوي وهوريه لكم ازاي بيطلع عامل زي الزبدة وريحته جميلة جدا. هتاكلوا اطعم فول هتعملوه من ايديكم في البيت. انتظروا لما يستوي ونشوفه مع بعض. اهم حاجة ان الغطا كمان يكون محكم ومقفول كويس جدا، لان لو الغطا مش مقفول كويس جدا الفولة القشرة هتكون مجلدة ومش هيستوي معانا على طول. ونوطي عين البوتاجاز زي الشمعة، زي ما بنسوي الرز كده، وهيستوي معانا. الفول بعد ما استوى تعالوا نشوفه مع بعض، عايزة اوريكم اللون بتاعه تحفة. وسمك المية، بصوا المية حلوة قوي ازاي، اهي ولا تقيلة ولا خفيفة. طيب اللون تحفة، انا ما زودتش اي حاجة تانية، هو مجرد معلقة الصلصة والطماطمية المبشورة ودتنا اللون الجميل قوي ده. تعالوا بقى نشوف الفول، نقلبه كده. بصوا من تحت اهو المعلقة اهي سليمة خالص، ما فيهاش اي حاجة، دي فولة اهي. بصوا اهي، ولا شاط ولا جراله اي حاجة، بس كل ما كنت بزوده لما الفولة قربت على سوا، وكل ما بزوده كنت بقلبه زي ما احنا شايفين كده اهو اهو لغاية تحت اهو. بصوا طيب تعالوا بقى نشوف الفولة، انا هوريها لكم برضو. الفولة حسب التسوية اللي احنا بنحبها، الفولة مستوية وتحفة وعاملة زي الزبدة اهو. بصوا كل الفول زي بعضه استوى جدا جدا جدا، اوريه لكم برضو من قريب. بصوا الجمال ده، بصوا الفول عاملة ازاي تحفة.
هوريه لكم بقى في طبق عشان تشوفوا ايه التسويه. اهو بصوا الفول جميل، اهو بصوا الحلاوه دي، انا عرضته لكم برضو عشان تشوفوا الفوله من قريب. بصوا حاجه كده تحفه، لازم تجربوه بالطريقه ديت بجد حلو. بصوا الفوله زبده ازاي اهي، مستويه جدا 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 اهي. بصوا الفوله كلها اهي، حاجه كده تحفه تحفه تحفه. تحطوا بقى معلقه سمنه بلدي، نحط عليه زيت زيتون او زيت حار، اي حاجه، وكمون كده وبالف هنا وشفا. لو سمنه بلدي بصوا الفوله، نحط السمنه البلدي ومعلقه فلفل اسمر وملح، او نحط زيت وكمون وليمون وحاجه كده تفتح النفس. جربوه بنفس الطريقه تعجبكم جدا، ولو عجبكم الفيديو بقى ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه. لكم ايه، سلام، وانتظروا مني فيديو جديد.